باين انك ما عملتش مجهود. السنة دي ضاعت انفرادة وما جاليش عروض، يوم مع يوم بتزيد ضغوط، مفيش هروب، باصص من بعيد من عوام ايد حديد. نزلت في الترتيب قلت لهم ربنا يبارك ويزيد، بسمع اخبار انكم بتتقدموا بطفي الراوتر. حاليا شغال في حوار اهم من اني اوصل، محتاج افضل مركز، كل اللي في دماغي فوضى. من صغري عندي وش وراسي بتشوشر، جوه الفصل كنت افضل سرحان في الكرة الارضية، مدرسيني كرهوني عشان عندي شخصية قضيتها تسلية في الحصص، كلامهم جاش مقاس دماغي، طالب فاشل طول حياتي واخد بالي ومش فرقالي. المستر حاول ينصحني عنده في المكتب، قلت له انت بتضيع وقتك، عايز نعمل لك قيمة وتسألي فيها، كده كده غروري ما يسيبنيش اقبل هزيمة. سيبك من كلام النت والردود على الاراء، انا شايف نفسي احسن واحد هنا على الاطلاق، من غير مبالغة وكلمات فارغة، ذكائي في حتة تانية خالص والمنافسة عارفة. يمكن دلوقت انا مش في المكان اللي كنت بتمناه، وبصراحة دي كانت غلطتي لحد ما. مكروه من الناس فاكرة اني عيل سطحي متدلع، هبقى اشوف قصتهم ايه لما نتجمع، بس على المدى الطويل هنيم الكل على السرير. شهرة وحريم معارف وهيبة وفلوس كتير، بطل تحوير مين فارق له حد غير نفسه، بطل تحوير جو المشاعر قديم وفاقسه. على المدى الطويل هنيم الكل على السرير، شهرة وحريم معارف وهيبة وفلوس كتير، بطل تحوير مين فارق له حد غير نفسه، بطل تحوير جو المشاعر قديم وفاقسه. دي الخلاصة، دي الخلاصة، دي الخلاصة، ماشي، دي الخلاصة. هبين نفسي دبلوماسي واطلع مستفاد، لو اتسألت في البار اللي فات هقول ده مجرد تراك. انت مش حاسس ان كلها شغالة في بعض؟ قتلي طيب ما تجيش بعد سنة تعيطلي وتقولي غدر. ما بجيبش بنت القعدة لو ناس معينة قاعدة، بمعنى ان تعلب حتى لو صاحبك برضو تعلب، ولو تعلب عادي ممكن برضو افضل معاك على الخط، في التعامل هتشوفني بعمل زيك بالظبط. لو هتتنك ممكن عايد اعيش دور الفنان، لو راجل هقول معاك في اي موقف مهما كان. وعامة مش هتخدع غير هي مرة، هقطع الحبل ومش هيجيلك فرصة حتى تبرر. الناحية التانية اعدائنا باصين ومركزين، بيتريقوا بعد ساعة الناس بتنسى هم مين. الهدف الاحتكار واهانة الخصم، جوايا العزيمة بس نادر ما ركزت. اقول لهم حان الاوان يا ولاد لدفع الضريبة، بقولها بعد ما جربت بكذا طريقة، حاولت بس والله يا ابني ما جت بالطيبة. خلاص دلوقتي قفشة معايا ودماغي دي مصيبة، انا راجل بدرس مهماتي كويس بالمسطرة، ومش هيفرق لي في حساباتي انك جبت ورا. كلام لأي طرف ده مش كلام منظرة، ومش بقول كده عشان براب ونظام افورة، بس على المدى الطويل هنيم الكل على السرير. شهرة وحريم معارف وهيبة وفلوس كتير، بطل تحوير مين فارق له حد غير نفسه، بطل تحوير جو المشاعر قديم وفاقسه. على المدى الطويل هنيم الكل على السرير، شهرة وحريم معارف وهيبة وفلوس كتير، بطل تحوير مين فارق له حد غير نفسه، بطل تحوير جو المشاعر قديم وفاقسه. دي الخلاصة، دي الخلاصة، دي الخلاصة، دي الخلاصة.